نتمنى التفاعل بشكل كبير في هذا البث المباشر، لانه هاد الناس هادو انا ساكنه اقليم الحوز، وبالضبط حنا تحدثوا على دائره اسني ما يقرب على 500 ديال الفرد المتضررين من زلزال الحوز. تنتحدثوا على جماعه اغبار ايغيل ثلاث عقوب ايجوكاك الان ماشي على الاقدام نحو ولايه جهه مراكش اسفي، من اجل حل، من اجل انهم تنتظروا حلول تخص صوتهم، الملفات، معالجه الملفات ديالهم بخصوص ما يخص ويهم زلزال الحوز. تنعرفوا بانه صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله اللي عطى التعليمات الساميه ديالو بخصوص يعني المخطط الاستعجالي للحكومه باش انه يتم التدخل العاجل لمعالجه الملفات ديال المواطنين. واليوم تنشوفوا واحد العجز كبير ديال السلطات الاقليميه وعلى راسهم عامل اقليم الحوز رشيد بن شيخي. اليوم تنشوفوا انتم تنشوفوا هاد الناس كما تنقولوا ما غادي يرجعوش خطوه للوراء رغم المجهودات ديال السلطه المحليه باش انه ترجع هاد الناس هادو يعني باش انه توقف المسيره ديالهم، ولكن اليوم هاد الناس قرروا انهم يمشوا ماشيا على الاقدام من جماعات ديالهم ما يزيد على 100 كيلومتر. الناس اللي تعرفوا الجماعات ديال اغبار ايغيل ثلاث عقوب ايجوكاك على درايه بهذا يعني المسار ديال الطريق، وتعرفوا هذا الحال اللي عايشينه هاد الناس هادو يعني وللاسف كما تشوفوا معنا متتبعينا من خلال هذا المباشر. اليوم تنشوفوا بانه عجز كبير ديال السلطات ديال الاقليميه، عجز كبير كذلك حتى ديال رؤساء الجماعات باش انهم يتم معالجه ملفات ديال هاد الناس هادو. انتم تشوفوا هذا الحال، يعني نساء رجالا شيوخ اطفال، مسيره كبيره وكبيره جدا، ما نعطيش الكلمه الان لهاد الناس هادو لانه خصكم تشوفوا هذا الحال. مشكورين هاد الناس هادو لانه يعني كان عندهم الحاح باش اننا نلتحقوا بهم، وبطبيعه الحال دورنا كقناه الشعب قناه شوف تي في خصنا نلتحقوا بهاد الناس باش انه توصل الرساله ديالهم للمسؤولين. هاد الناس هادو يعني عندهم اليوم الاراده انهم يوصلوا الصوت ديالهم لاي مسؤول، ربما ان هذه ديال معالجه الملفات ديالهم كما تتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر. الليل والبرد والناس غاديين الله يحسن العوان، وصلتنا معلومه بانه ما لقاو ما ياكل ما لقاو ما يشربوا، هما في هذه المسيره ديالهم كما تتشوفوا معنا في هذه اللحظات. وللاسف يعني اليوم يعني كان واحد علامه استفهام كبيره بخصوص يعني هذه الملفات ديال معالجه ملفات الناس اللي تصدروا جراء زلزال الحوز. يعني شكون من وراء هاد الناس هادو باش ما يستافدوش؟ نعتذر لكم على الاناره لانه كان ظلام شديد جدا، وحنا في ما بين يعني تقريبا ما بين تحنوت ومولاي يعقوب، تحنوت ومولاي ابراهيم، تنعرفوا بانه هنا الاضاءه منعدمه بشكل كبير. السلطات الاقليميه وفرات سياره اسعاف، وكذلك كاين عناصر الدرك الملكي والقوات المساعده والسلطات المحليه اللي مرافق هاد الناس هادو في هاد الخطوه. غادي تدوي بلا ما تدوي لا يسير. ها؟ اذا تشوفوا هاد الخطوات اللي دايرين هاد الناس هادو، الله يحسن العوان الله يحسن العوان، باش تضرب هاد المسافه كلها هي على رجليك، تصوروا 100 كيلومتر ما بين الجبال، ف يعني واضحه بشكل كبير هاد المعاناه ديال هاد الناس هادو. شوفوا المئات ثم المئات، كان اللي سبق الان حدا عمل التحنوت، كان اللي مازال ما وصلش، المهم كله داير جهده باش انه يوصل يعني يوصلوا للولايه جهه مراكش اسفي بعد ما عجزت السلطات الاقليميه، عجزت بما تحمل الكلمه من معنى في يعني الحوار والتدخل باش انه يتم اعاده النظر في هذه الملفات ديال الناس ديال هاد دائرة اسني. تندوي تنتحدث على دائرة اسني وخصوصا ربعة ديال جماعات اغبار ايغيل ثلاث يعقوب وايجوكاك. يعني كل واحد يعني استعمل الوسيلة، كاين الدراجة النارية، كاين التريبورتور، كاين الناس اللي مشوا على رجليهم، كاين الناس اللي استقلوا وتصوروا انهم بدون طعام، بلا طعام، يعني الناس ما لقاو ما ياكلوا
لانه الهدف ديالهم وهي انه الرساله توصل. خاص الرساله توصل وخاص المسؤول الاول وهو والي جهه مراكش اسفي فريد شراق اللي كنا تنتمناو فيه الخير. يعني كنا تنتمناو انه الان يعني تنعرفوا انه الحزم وتنعرفوا الجديه في هذا الوالي هذا، كنا تنتمناو انه يدير خطوه ويجي عند هاد الناس يعني تحاور كما تحاور مع الناس ديال الشيشاوه وتحاور مع الناس ديال امزميز، انه تكون شي خطوه يعني يتنقل ويجيو يجي لهنايا عند هاد الناس هادو عوض انهم يتنقلوا ويضربوا هاد المسافه كلها هي حتى الولايه جات مراكش اسفي. والناس راه عارفين كل شيء عارف يعني من ثلاثني عقب، حنا تنتحدثوا من ثلاثني عقب حتى حتى الولايه جات مراكش اسفي راه مسافه كبيره وكبيره. حنا تقريبا دروكا ضربنا معاهم جوج ديال الكولوميت تقريبا ما يقرب على جوج ديال الكولوميت الان اللي ضربنا معاهم. وكما تنقولوا الارهاق عينه، بهذه العباره عينه. فبالاحرى الناس مساكن اللي جايين هذه المسافه كلها هي بلا ما تبان بلا ما تبان بلا ما تبان بلا ما تبان ها؟ إذا كما تشاهدوا معنا السلطات الإقليمية وفرت بعض العناصر ديال القوات المساعدة وكذلك شريف. السلام عليكم الشرفة، كي داير؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كي داير سيدي؟ بخير. داير بخير. شحال لاباس؟ ماشي مزيان. كي داير الأمور؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. علاش اليوم قررتوا أنكم تجيو من 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 أش من جماعة بعدا أنت؟ جماعة غيل. جماعة ديال غيل. جماعة ديال غيل. شحال دابا شفت ضرب ضربت الشيف تقريبا؟ شي تنقول لك شي 70 ولا 80 وحنا راه باقي جايين. المهم 6 الصباح حنا خرجنا من ديورنا. من 6 الصباح وانت خارج. اش اللي خرجك؟ علاش ما جانا لا الدعم ديال القيتون ولا ديال الديور؟ تا القيتون ما جاكش؟ والو. باش نحيدو من الطريق بعدا. تا القيتون ما جاكش؟ ديك 2500 درهم. ما جاتناش. علاش ما جات؟ قال لك ما تفعتيش انت الملف ديالك؟ فعنا الملفات جاو عندنا للجنات. شلا ما درناش حاجة ما كاينة. واش وقع لك لدارك اسيدي؟ داري فيها شقوق. اها هادشي اللي فيها ما شاء الله ما شاء الله. وكاينين الناس كاع اللي ما صالحاش اللي يسكن فيه، وكاين اللي رابت وخمسة شهور الناس ناعسين في القياطن وما كاين لا دعم ديال القيطون لا ديال الدار لا والو. تجي حتى القياده يصدروك تجي عند اسميتو الرئيس ديال الدائره اليوم بحال اليوم 15 جينا عنده وردنا القايد دار معنا 16 و17 وما وفاش في كلمته. دار معنا 16 و17 ما وقفش معنا ما خرجش غير وجهنا بيا وجهي كاين. واش باقي غادي نديرو عنده؟ ما شاء الله. ودركا فين غاديين دابا؟ دابا غادي الولايه ان شاء الله في مراكش. الولايه جهه مراكش. جهه مراكش ان شاء الله. كنتمناو ان هذا الوالي يدير شي حل بطبيعه الحال. كان شي حل تما هو هذاك ما كانش غندير المسيره حتى لقدام. لا اله الا الله. ما عندناش مشكل. يعني من هنا للداخل يعني. من هنا لقدام كان شي فراو معنا المشكل فتبارك الله ما فراوش معنا من هنا لقدام. المسيره ليل ونهار. ما كاين حتى مشكل. ما شاء الله. يهري الا عطانا سيدنا شي حق ناخذوه ما تنسالوش. راه حتى ولادنا راه خليناهم يرفا في الواد تما في الرياض. ما شاء الله. خلي ولادي في الرياض في البرد والشتاء. انت متضر ولا الدار ديالك؟ اش وقع لك الدار يا سيدي؟ مشقوقه كامله. مشقوقه كامله. مشقوقه كامله. وما تمشي للملف تدفع الملف ديالك اش يقولوا لك؟ رفضوا لي الملف ديالي. علاش شنو السبب؟ ما عرفت ما شنو السبب. ما خرجوا لنا شي شكايات قال لك سير سكن في دارك. كيفاش؟ خرج لنا شي كاين ولكن باقي ما شديناهمش. تيعطيهم للمخدم قال لي سير قول لي يسكن في الدار وراه سالمه. ما شاء الله. احنا حنا كاع درنا الدار سالمه وهذه 50000 ديال القيطون. عباد الله راه معاه. ما شاء الله. راه لا حول ولا قوة. كاينين يعني الناس ما لقى ما يمكنش انك ترجع للدار كاع نهائيا. ما غاديش نرجع ليها تيكون شي حل. من تيقول لنا الناس راه ما تسالش. صافي ونمشيو نرتاحو. خليك اسيدي سير يسر امك سير. الله يسهل عليك. كما تشاهدوا معنا يعني مجموعه ديال الساكنه تنعاود ناكد وتنعاود نذكر بان مجموعه ديال الساكنه انتم تشوفوا الخطوات يعني ما تتوقفش يعني الناس يعني قررت انه ما عادي توقفش وهذه يعني خطوه بخطوه نحو ولايه جهه مراكش اسفي يعني الى والي جهه مراكش اسفي فريد شراق. يعني الناس ما وقفاتش لحدود الساعه وضربه المسافه كبيره وكبيره كما سبق وذكرت ماشيين على الاقدام. يمكن لكم تصوروا يمكن لكم انكم تقدروا المعاناه ديال هاد الناس. تصوروا هذه المعاناه ديال هاد الناس اللي بقات دائما مستمره منذ
زلزال الحوز منذ 8 شتنبر من السنة الماضية 2023 لحدود الساعة، هاد الناس يعني تيتسائلوا، وكنا دائما تنذكروا دائما تنبهوا، كنا دائما ننبه السلطات المحلية، كنا دائما ننبه المجالس الجماعية، كنا دائما يعني نوجه رسائل مباشرة للمسؤولين، راه خاص معالجة الملفات بما يقتضيه يعني كل الشروط. يعني تنسمعوا شي امور تنعاود ناكدها ونقولها في هذا البث المباشر، تنسمعوا شي كلام راه مايمكنش، راه مايمكنش يعني تصوروا ان الكلام اللي يوصل للمسامع ديالي تنعاود ناكدها ونقولها، كلام وصل للمسامع ديالي بانهم مقدمين يعني الاقارب ديالهم، موظفين جماعيين، اقارب ديال اعوان السلطه استفدوا، يعني العائلات مقربه من الاعضاء ديال المجالس استفدوا، يعني اشخاص كذلك استفدوا، يعني اللي يعني عندهم علاقات باعوان السلطه او موظفين استفدوا، او عندهم علاقات باعضاء ديال المجالس استفدوا. يعني امور خطيره وخص التدقيق وعاد مراجعه هذه الملفات والمحاسبه. حنا تنطالبوا اليوم بالمحاسبه باش هاد الناس تيشوفوا وحدين اخرين خرجوا واستفدوا، استفدوا من المساعده الاستعجاليه، استفدوا من المخطط الاستعجالي، خرجوا لهم الفلوس وناس ما استفدوش لحدود الساعه. ف راه الامور واضحه للاسف عجز كبير، تنعاود نقولها، عجز كبير على مستوى السلطه الاقليميه، يعني عامل اقليم الحوز يعني ما دار حتى شي خطوه باش انه يكون حوار مع هاد الناس، يكون واحد الحوار جاد. يعني كان تراجع كبير على مستوى هاد الامور هذه. حنا غاديين مع هاد الناس هادو، الله يحسن العوان، الله يحسن العوان باش انك تخلي دارك ودارك اللي رايبه عليك او دارك اللي ما بقى صالحة السكنة وتنجيب هذه المسافة كلها. ما كانوش أصلا تيظنوا في واحد اليوم أنهم غادي يخليو الجماعات ديالهم، الدواوير ديالهم، يخليو المنازل ديالهم، يخليو الممتلكات ديالهم، ربما أغلبيتهم يعني ما تخطاش أو أنه ما وصلش حتى لهاد النقطة هذه، ربما ما عمرو وصل حتى لتحنوت. ربما كاين في هاد المواطنين عمرو جات حتى لعملة تحنوت، يعني عملة الحوز، واليوم فرضت عليه الوقت والظروف انه يضرب هذه المسافة كلها على رجليه. انتم تشوفوا هذا الحال هذا، ما عرفناش يعني لكن الراعي الاول صاحب جلال الملك محمد السادس نصره الله، يعني كان يعني في كما تنقولوا يعني كان في فترة النقاهة الصحية في فرنسا، وسمح في كل شيء على قبل شعبه، سمح في كل شيء. تنعاود نقولها للمسؤولين خصهم يفهموا هذه الهضرة، هذه خصها توصل لهم، يعني في الوقت اللي صاحب الجلالة يعني وقف كل شيء وجا في الوقت اللي ضرب الزلزال يعني المغرب، وخصوصا الحوز وشيشة وتارودان، كان من أول المبادرين، أول اجتماع مع الحكومة خرج تمخض عليه يعني مشروع ديال المخطط الاستعجالي لدعم المنازل الآيلة للسقوط او شبه آيلة للسقوط، مساعدة استعجالية للناس المنكوبين. فهاد المسؤولين الله يهدي، واش هادي غنيمة هادي ولي بحال شي بقرة حلوب ما بين ايدي السلطة وما بين ايدي المسؤولين، يعني كما تنقولوا غنيمة طاحت بين يديهم باش انه يستافدوا منها قبل ما يستافدوا منها المتضررين من زلزال الحوز. هذا هو الواقع وهذه الحقيقه. حنا دائما تنقلوا الحقيقه وتنقلوا هي الواقع في طبيعه الحال. المتتبعين تصوروا حنا صادفناهم في الطريق الان وضاربين معهم هذه المسافه هذه كما تنقولوا وعينا، فبالاحرى مساكن هاد الناس هادو، يعني راه ما كاينش شي اراده اكثر من هذه الاراده هذه كما تشوفوا معنا في هذا البث المباشر. خويا سيدي ما كاينش شي اراده اكثر من هذه الاراده ديال هاد الناس هادو ما شاء الله، لانه تعرفوا المغربي تنقولوا نفسه حاره على رزقه على حقه، عفوا المغربي نفسه حاره على حقه، يعني بغى حقه، وهذا الشيء عطاه ليه يعني سيدنا ما عطاليش شي حد.
انا عطالي يعني عطالي صاحب الجلاله عطالي لا لا كوبيرايت اصدق كوبيرايت الموسيقى داخله في الكوبيرايت. انا هاد المساعده الاستعجاليه عطاليهم يعني صاحب الجلاله ما عطاليهمش شي حد بطبيعه الحال، فمن حقهم انهم يتصلوا بها، من حقهم انهم يستافدوا، ومن حقهم انه هذه المساعده توصلهم لزيورهم كيف ما كان الحال. راه كنا تنقولوا بانه خصهم هاد الناس هادو، شوف هاد السيد مسكين عيا الله يحسن العوان، يعني تشوفوا بانه يمكن عنده حتى الالم على مستوى رجليه وغادي واخا من داك الشيء مسكين، يعني انتم تشوفوا ضرر رجليه ومع ذلك ما تيشوف يعني الناس غاديين وتا هو غادي لربما عسى توصل الرساله. السلام عليكم شريف، كي داير؟ أم غار كي داير الصحيحة؟ لاباس عليك، كي داير الأمور؟ كاين زيد تبقى غادي كلشي بخير؟ بخير الله يبارك فيك. من أش مجمع جيتي يا شريف؟ جوكاك. من إيجوكاك؟ أش وقع لك لدارك أسيدي؟ أش وقع لك؟ الكود ها؟ الكود ما وصلتش المساعدة الاستعجالية؟ ما وصلتش. أش وقع لك الدار؟ الدار أش وقع لها؟ دارك إذا جبتي جميمة ستي غادي باقي تدخلها ها؟ خلا دار ريبة الدار عند الشريف ياك؟ ريبة عند الدار مسكين ما شاء الله الله يحسن العوان وما كيعرفش يهضر معك بالعربية داك الشيء علاش هو شنو؟ أنتم أنتم من إيجوكا؟ لا حنا من جماعة إيغيل البراء ديال الزلزال حنا البؤرة ديال الزلزال أش من ساعة خرجت يا الشريف أنت؟ مش مع 4 الصباح جايين على رجلينا ضاربين 90 كيلومتر ضاربين شي 100 كيلومتر دابا رجلينا دابا على رجليكم ملعونين الحديد ملعونين القيد ديال ما توصلوش ليها الناس وصلوكم هاد المسؤولين وصلوكم ما وصلوكمش؟ لا ما وصل حتى واحد حتى شي حاجه ما توصلنا في شي حاجه وتقول انت اش وقع لك دارك الشريف؟ تشقات كاع كلها هي كلها هي تشقات ما صالحاش للسكنه دابا ما صالحاش للسكنه وكيدوز هاد اليامات الشريف؟ دوزناهم كيما كتعرف القيطون والبرد والشتا راك عارف دابا وجبل الاطلس الكبير راه عرفتي راه بارد قساوات البرد وحنا دابا ورفضونا قال لك انتم ما كتسالوا والو ما شاء الله علاش رفضوكم؟ الله اعلم كاين الناس حدانا كاين الناس حدانا جاري استافد وهذا استافد وانا ما مستافدش لا اله الا الله ما عرفنا علاش مناش خصنا غير نعرفوا حنا يقول لنا سيدنا راه انتم ما كاينينش في المغرب وانتم ماشي المغاربه ما غاديش تستافدوا ونحيدوا علينا نمشيو بحال هذا الله ينصر سيدنا اللهم امين الله ينصر سيدنا الرساله ديالكم دوك الرساله ديالنا كانوا جلاله الملك يعطينا داك الشيء عطيونا داك الشيء اللي قال لنا الملك ما بغينا حتى شي حاجه بغينا داك الشيء اللي قال لنا الملك يوصلوا لنا نعم هذا الشيء اللي كنطلبوا ما شاء الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله يعاونكم هاد الناس هادو راه لا اله الا الله نعم وتيجيو عندكم وتيمشيو عندكم والو لا 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 ما عمرنا شفنا شي حاجه اش جايين عندنا المحسنين ما شاء الله تضامن ديال المغاربه ما شاء الله اما الحكومه راه ما دارت معنا والو ما شاء الله لا اله الا الله محمد رسول الله الشريف الله يحسن عوانكم اذا كما شفتوا معنا متتبعينا ديال الحقيقه ها انتم تشوفوا معنا الواقع ما شاء الله يعني الكلام راه يعني الكلام اللي كنت نوضحو الكلام اللي كنت ديما تنشير ليه راه يعني هو اللي تيقولوا هاد الناس هادو قال لي عيار يعني قاعد في الارض ولكن الهدف الاول وهو انهم يوصلوا للولايه جهه مراكش اسف هذا هو الهدف الاول في حاله ما كانش تجاوب ديال مسؤول اي مسؤول في حاله ما كانش اي تجاوب ديال اي مسؤول راه هاد الناس هادو عازمين انهم ما يوقفوش هاد المسيره ديالهم يعني وصل الكلام وصل يعني كل يعني الرسائل اللي بتوصل واللي كنا سبقنا وصلنا يعني راه تنقلنا راه الاخوان الزملاء مشكورين ديال قناه الشعب قناه شوف تي في يعني لا العقاوي لا فاطمه الزهراء لا العلوي لا منصف لا منير يعني الحمد لله يعني السيد المدير يعني ديال قناه الشعب اللي في الوقت كانت النكبة وكان زلزال الحوز يعني الكل يعني الطاقم كله هو تجند باش انه يعني تنقلوا هنا واش نقلوا لكم الحقيقة وهذا هو اللي تيضر في خاطر المسؤولين نكون واقعيين يعني المسؤولين ربما اغلبية ديال الناس ما تيحبدوش العمل ديال هذه القناة وهذه هي الحقيقة حيت تنقلوا الواقع وتنكشفوا على شي امور ربما انهم ما تيفضلوش بعض المسؤولين اغلبيه المسؤولين وبعض يعني الناس اننا نوصلوا
الصوت بهذه الطريقه هذه. ولكن هذا الحقيقه، هذا الشيء راه تنعيشوه. تشوفوا الظلام ما شاء الله، الناس غاديين في الظلام، يقدروا يتعرضوا للسرقه، يقدروا يتعرضوا للامور. كاين الناس اللي مرضى، كاين الناس اللي ما يعني ما عندهم خيناهم الصحه. أتا نقول لكم راه كاينين عيالات وكاينين رجال ما تيغوتوا الفوق. يعني الناس، يعني كاينين المرضى، كاينين النساء بالاطفال ديالهم، كاينين عجزه، يعني كاين الناس كبار. يعني اش من نقولوا؟ وتصوروا يعني من 4 الصباح كاين اللي خرج من 4 الصباح، يعني كان اللي يجي من 4 الصباح بحال داك السيد اللي كان معنا في البث المباشر الان بعد قليل، قبل قليل، يعني جاي من 4 الصباح خرج من جماعه اغيل، يعني من البؤره، تنتحدثوا على البؤره. اسيدي مسكين، انا ندركو ندركو هذوك الناس، حنا راه غاديين معاكم على رجلينا باش ندركو الناس. غادي نحاول نوصل لهذوك الناس. حنا غادي نعيشوا هذا الشيء اللي تعيشوا هاد الناس هادو. ما شاء الله. نحاولوا ندركوا، يعني حيت كاين المجموعات، غنحاولوا ندركوا الناس الاولانيين. نحاولوا ندركوا الناس الاولانيين، يمكن على ما اظن كان احتجاجات، ربما ان نوقفوا لهم المسيره. المهم على اي حنا غادي نوصلوا. الله يحسن العوان، الله يحسن العوان هاد الناس هادو باش ضرب هاد المسافة. ما شاء الله. ربما أن توقفت المسيرة، السلطة تدخلت باش أنها توقف المسيرة ديال هاد الناس هادو. الناس مستمرين ما شاء الله. حنا دروكا ما عرفتش على مستوى تاع حنا، بغيت نتاكد من المنطقه بالضبط. هانتوما كما تشوفوا تاع حنا، يعني كما تنقولوا الطريق اللي يعني الكرواز ما اللي تتفرق ما بين اوكيمدن وتاع حنا، على مستوى على طريق تاع مولاي ابراهيم، طريق حسني. محمد رسول الله سيدي. ما شاء الله، يعني الصبر عند هاد الناس هادو صبر ايوب بكل صراحه وموضوعيا نكون واقعيين، عندهم صبر ايوب هاد الناس هادو. يعني تقريبا تمشينا شي 4 ديال الكيلومتر تقريبا، 4 ديال الكيلومتر الان اللي تمشينا مع هاد الناس هادو. وحنا تندويو على 100 كيلومتر، ها بشويه عليك الحاج، جاي بشويه باقي تبعك الطريق، لا تجريش. ما شاء الله، شوف هاد السيد هذا، عطيني شويه ضعفك، شوف هاد السيد هذا، يعني في راجل كبير، راجل كبير، هانتوما تتشوفوه بالعكاز ديالو وغادي، هانتوما تتشوفو بالعكاز ديالو، واش هادشي تيرضي هاد المسؤوليه على مستوى اقليم الحوت؟ هانتوما تشوفوا فينا هو عامل اقليم الحوز ما يخرج يكون يدير شي حوار مع هاد الناس هادو، يجمعهم ويدير شي حوار، هذا راه هو الدور ديالو. علاش انهم يعني قبل ما يوصلوا هما لهاد النقطه هادي كما تنقولوا، علاش انهم يتنقل حتى لتنقل عقوب ويجتمع بهاد الناس ويعني يطيب خاطرهم؟
انا علاش ما تطيبش بالخاطر ديالهم ويخرج؟ هذا راه كيف ما كان الحل الرعايه ديال صاحب الجلاله، هادو مواطنين مغاربه. ما شاء الله. هذه هي المسيرة، يعني كانت الحناجر تسطع، يعني هاد الناس هادو كلهم كانوا تيغوتو. هذا هيب هذا عار، يعني الكلام كانت الشعارات ترفعوا هاد الناس هادو، يعني المئات ثم المئات ديال الناس كلو جهدو، كلو داير جهدو باش انه يوصل، لانه بعد ما عجزات السلطات الاقليميه على الحوار والتجاوب مع هاد الناس هادو، ف يعني ما كاينش يعني شي مسؤول اكثر من المسؤول يعني ديال ولايه جهه مراكش اسفي فريد الشوراق. هانتوما تشوف يعني الهدف الان انهم يوصلوا لتحنوت. يعني المئات ديال المواطنين، نتمنى انكم تبارطاجيو قدر الامكان هذا البث المباشر، لانه هاد الناس هادو راه الهدف ديالهم هو انه يستمروا في المسيره ويوصلوا لولايه جهه مراكش اسفي. الله يحسن العوان، الله يحسنو، الله يعاونكم اسيدي، الله يعاونكم. مرحبا اسيدي، مرحبا اسيدي، مرحبا زيد، مرحبا تفضل. السلام عليكم الاخوان، الله يجزيك بخير. احنا مصبرين هذه المسيره من الصباح، من 6 الصباح حتى الان، باقيين غاديين على رجلينا. الناس جماعه ثلاثنا يعقوب، القياده ثلاثنا يعقوب. اسيدي كنحس حسينا بالحقره، الناس ما مستافدين الدعم اللي قال لنا سيدنا ديال 2500 درهم الاسره، حنا ما توصلنا بوالو. اش وقع لك انت المنزل ديالك الشريف؟ راه اللجنه جات عندنا جوج مرات، جوج مرات تقيدوا، ما المقدمه لقيت ما عرفنا اش داروا. استفدت من المساعدات الاستعجاليه ولا ما استفدت؟ لا ما كاين شي واحد، كاع هادو اللي جايين ما حتى واحد فينا ما استفد. ما شاء الله، يعني حتى واحد ما استفد. حتى واحد ما مستفد، حتى واحد ما مستفد. ما شاء الله. إيه شنو الرساله ديالكم سي طاطوش؟ مرحبا بك. كنطلبوا من سيدنا يتدخل في هذا الشيء هذا، راه الناس مقهورين، الناس مقهورين. وصلت فيهم العمر الله يعطيهم. الناس في الخيام والبرد. وقت الفصيله ديال البرد هذا، الصغار البرد والبرد. نعم اخويا كنطلبوا من سيدنا يدخل على في هذا الشيء هذا، حيت المسؤولين ديال هذه المنطقه حتى واحد ما دعا فينا. منعونا في الترانسبور، شدوا علينا الحوان باش ما ناكلوا وما نشربوا في الطريق. نعم. عندنا الناس هنايا عندهم 60 سنه والعيالات، وكاين المعاقين، وتكرفصوا الناس بمعنى الكلمه.
وكنطلبهم من سيدنا يتدخل في هذا الشيء هذا. نعم. تكرفصوا الناس من على كلمه. ما كلينا والو، ما شربنا. الله يجازيك بخير. سي عبد الله تفضل معنا، تفضل معنا. هذا كما تشوفوا معنا باقي المسيره حتى مستمر صعيب انك ان الناس مستمرين. مرحبا بك معنا سي عبد الله. شكرا 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 شوف تي في يعني صاحبة المواقف يعني ماشيين على الاقدام مع هاد الناس. نعم. بالهيئه يعني حاضر بالهيئه مع هاد الناس. نعم. كرئيس ديال الجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان وحمايه المال العام. نعم. حنا جايين تل ازور الساكنه ديال الحوز اللي هما ضحايا ديال هاد الماساه. نعم. وفعلا تيعيشوا ماساه. نعم. واللي السلطه تيعانيوا من ممارسات ديال السلطه. وان مجموعه ديال الاسر اللي تمنعات من الدعم. نعم. وحتى بعض الاسر اللي كاين هنا اللي كانوا فيهم كاين عائلات اللي توفات تقريبا كامله بقى فيها فرد واحد. نعم. والمنازل ديالهم والمنازل تهدمات وما استافدوش. وحتى باش يتفتح معاهم واحد الحوار من جانب ديال السلطه ما كاين لا حوار لا والو. توقف الحوار يعني هاد الناس يعانيوا معاناه اكثر من الزلزال. نعم. يعني بهاد الممارسات ديال السلطه. نعم. يعني ما كاين لا حوار. نعم. ما كاين لا مساعدات. نعم. على ارض الواقع. نعم. كاين غير 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 الهضره والكلام. نعم. هذا هو اللي كاين. علاش سي عبد الله بتوصل انت للمسؤولين عفوا؟ انهم يتحملوا مسؤوليتهم. آه. وانهم يفتحوا حوار مع الساكنه ديال الحوز. المسؤول ديال 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 المسؤول الاول ديال اقليم الحوز. المسؤول الاول يعني حطيت على عامل اقليم الحوز. حنا تنشوفوا بان حسب الشكايات اللي وصلتنا ما كاينش واحد التجاوب ديال السلطات. ما كاينش تجاوب ديال السلطات يعني قافلين الباب ديال الحوار. كيفاش هاد الناس يعانيوا المعاناه وتيمشوا عند رجل السلطه تيقول لهم سيروا فين ما بغيت تمشيو، تيقول لهم انتم الطلب ديالكم مرفوض. كيفاش عائلات تتعيش في الخلاء، عائلات تتعيش هاد الاجواء ديال البرد وتيمشيو عند مسؤول ديال السلطه المحليه وانه ما تيتجاوبش معاهم؟ بالعكس القلب يبان موصوده وما تلقاش واحد التجاوب. وكاين مجموعه هاد العائلات كاع اللي تتشوفوا دابا حاليا انها تيمشي عندهم تقول انت الطلب ديالك مرفوض. كيفاش تعقل بان ناس عايشين في الخيام وفي الخلاء يعني وناس اللي عندهم ضحايا؟ كاين ناس هنا، كاين واحد السيد اللي العائله ديالو كامله تهوت. حنا تنطالبوا باش تنزيل جميع الاجراءات اللي طرحت الحكومه واللي طرحها رئيس الدوله على اساس بان هاد الناس سمعنا بان الناس نستافدوا ما عندهمش الحق. كاين حالات ناس ما عندهمش الحق كاع الاستفاده واستافدوا. وناس اللي عايشين في الخلاء وعايشين تحت الخيام وعائلات ديالهم كانت وفيات وكاين ضحايا لحد الان وما تعوضوش. وتيمشيو عند المسؤولين ديال السلطه تيلقاو الابواب موصودة. يعني وحنا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام أننا تنآزروا هاد الساكنة، وسبق لنا أننا راسلنا المسؤول الأول على الإقليم اللي هو عامل الإقليم على أساس باش يفتح حوار مع هاد الناس وعلى اساس باش يوجدوا لهم جميع الوسائل ديال الحفظ ديال الحياه ديالهم والكرامه ديالهم والعيش الكريم. وما لقينا حتى جواب. ودابا هاد الساكنه عاش الملك عاش الملك. دابا هاد الساكنه الناس مساكن من 9 الصباح هما ماشيا على الاقدام من 9 الصباح ولقاو مجموعه ديال المضايقات من طرف السلطه بانهم منعوا عليهم ترونسبور، منعوا عليهم حتى عندنا اي مكان تيوصلوا ليه، اي مكان تيوصلوا ليه تيامروا الدكاكين باش تقفل على اساس حتى الماكله ما تياكلوش. كاين الناس هنا اللي من الصباح كسرة خبز عايشين بها. وحنا تنقولوا بان هذه دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون. اين هو هذا الحق واين هذا القانون؟ هذه الساكنة مساكن اللي تتشوف فيها دابا حاليا ما يقرب على 500 عائلة اللي جايين ماشيين على الاقدام، وفيهم ناس اللي باقيين مراد، فيهم ناس اللي كانوا تعرضوا للاصابات.
وكاين الناس وكاين الناس وكاين الناس تحايا. هاد السيد دابا هاد الحاله توفات لين عائله ديالو وهو تعرض للكسر وتعرض سميتو دابا خارجي ماشي على الاقدام وفي اخر واخر المطاف تيمشي عند رجل السلطه تيقول لي انت الملف ديالك راه مرفوض. كيف يعقل هذا؟ المنزل ديالو تهدم، العائله ديالو توفات، الى غير ذلك. واش واش نحن فعلا في دوله الحق والقانون؟ تفضل تفضل. علاش وقع لك المنزل ديالك اسيدي؟ رابت علينا الدار، حنا خمسه د الناس. نعم. انا ولادي اربعه. والمراه ديالي توفات ليا المراه. نعم. وتوفات ليا البنيه. ما شاء الله. وتوفى ليا الدري. انا والدري الاخر اللي باقيين حيين جبدونا الناس عتقونا الناس. انا شهرين وانا في الفرار ما تنوضش على 15 يوم. علاش مشيت للسبيطار في الاول؟ ما كاينش الطريق، ما كاين اللي يهزني، ما كاين حتى حاجه. دروكا تنطلبوا الحقوق ديالنا. جايين عند الملف ديالك استفدتي من المساعده الاستعجاليه؟ لا ما استفدتش والو، حتى حاجه ما شديتها، حتى حاجه ما شديتها. داروا لي مرفوض المقدم، دار لي ما ساكنش. قال لي هو راه ما ساكنش تما. علاش المقدم دار لي ما ساكنش؟ هو ساكنش هو راه ساكن. راه انا ساكن ولادي ماتوا والمقدم دار لي بانه ما ساكنش. هو هذا راه ما ساكنش وجايين دابا على رجلينا ضاربين 100 كيلومتر ديال الطريق كنطالبوا حقنا. داكشي باش تصلح سيدنا بغيناه دابا. هو علاش جايين؟ الله يجازيكم بخير ان شاء الله. الله يرحم لكم الوالدين باش ما نوقفكمش. الله يسهل عليكم. تفضلوا تفضلوا، قوموا بالواجب ديالكم. سمح لنا سيدنا، سمح لنا سيدنا. سير سيدي، سير سير سير. طريق السلام سيدي، طريق السلام، طريق السلام، طريق السلام. سير سيدي، طريق السلام. لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني الامور وصلات، يعني الرسائل وصلات، يعني الناس حتى نحاولوا نوصلوا الرسائل ديال هاد الناس هادو، يعني ما يقرب على 500 ديال العائله، عائلات اللي مستمرين باقي في مسيره احتجاجيه، كان مؤازره حقوقيه لهاد الناس هادو كما تشوفوا. على العموم غادي نرجعوا لكم ان شاء الله في بث مباشر بعد قليل ان شاء الله، باش نقربوا الصوره اكثر في هاد المسيره هادي الى بث مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تيفي.